أما هلأ نرمين وصلنا لنهاية صباحنا لليوم وآخر فقرة معنا حنضوي فيها على موضوع بهمنا مبدئياً نحن أنا ونرمين ولكل الصبايا اللي عم بيشوفونا لليوم. دائماً نحن بيلفتنا عالم الأزياء والموضة، الألوان الجريئة اللي كتير شفناها هي السنة على واجهات المحلات، إن كان بالتيشيرتات وإن كان حتى بفساتين السهرة. صحيحة مثل ما ذكرتي رشا، فساتين السهرة خصوصا نحن هلا بموسم المناسبات والأعياد ونهاية رأس السنة. لنحكي أكثر عن الموضة وشو الألوان الدارجة وكثير من النصائح. بيسعدنا نرحب بالمصمم علي صالح. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أستاذ، صباح الخير. كنا عم نحكي إنه نحن ب 2022 شدنا ألوان كانت جريئة، يعني في جرأة كان، وكان في يعني اليوم كنا نحن بنعرف انه السكري للبني، لا السنة شفنا البني رايح مع لون ثاني، السكري رايح مع لون ثاني. خلينا نحكي 2023 شو حنشوف؟ 2023 فيها الالوان اللي بسموها الوردي الناعم مع تشكيلات الضباب، يعني ونقشات الضباب وحتى الجاكار، بس يعني في كونتراست بين الاسود والابيض، الاسود الغامق، الابيض اللي على كريمي على عاجي، مدخل معه الالوان اللي هي البنفسجي، البني، عفوا البيج اللي على صفار على لون خردلي، في الاخضر العتيق، هدول كلياتهم جايين. بس السنه يعني 22 جاي حتى في الاحمر كمان بالاضافه للبنفسجي، هدول الالوان في 23 24 هي اللي عم اقول لك، يعني بتعرفي مجلات الموضه العالميه خصوصا الايطاليه يعني ايطال تكس، فهي خبيره الالوان على مستوى العالم يعني. صحيح، هي موضه خلينا نعرف كمان من حضرتك عن القصات اللي رح تكون دارجه حاليا، اذا بنقولوا معني مع بدايه السنه الجديده. في بعض المصممين بيقولوا انه ما في شيء اسمه موضه او قصه دارجه، شو الصبية بيلبق لها فخدي. انت مع هذا الراي ولا لا بتحس في شيء دارج؟ في دائما في لمسه جديده بالقصات، اكيد كل الاجسام تتحكم بالقصات، يعني بتعرفي الاجسام لها اشكال، والنحيف والممتلئ والجاصه هي قصات معتمده، فهمت علي كيف؟ بس القصه المميزه اللي كانت السنه او لحدث السنوات القادمه هي الاضافات. نعم، يعني لحظه في جاب على الكتاف، يمكن بدي احكي بمصطلحات شعبيه، ما رح احكي يمكن الجاب بيخفي شيء. كتاب على لا اضافه، هو مو بيخفي شيء، الجاب هو اضافه، مثلا الشاحط للتركيب على فستان سمكه ترومبليت بوق، فهمت علي كيف؟ هلا هي كل شيء في اضافه، بتلاقي في شغله جديده هون، فهمت علي كيف؟ احيانا نحن بنروح لموضوع الاضافات لاخفاء شيء، لا يعني هلا احيانا بتكون موضه كامله. تمام، طيب خلينا نحكي اليوم هيك قبل ما نفوت موضوع 2023 كالوان كقصات، تجربتك الخاصه بعالم الازياء كيف بدات اليوم؟ شو يعني شو اكثر شيء انت اليوم عم تشتغل عليه؟ خبرتنا الفساتين السهره. هلا فساتين سهره اكثر شيء. هلا الفكره بلشت انا خريج كليه فنون جميله، طلعت على الخليج، دخلت بقصه بتخص الرسم على القماش، رسم على قماش السهره، شيفونات، اوركانزا، حرير، شانطون، تفتا، كل انواع القماش اللي بتخص السهره كنا نرسم عليها، كان عندي كم هائل من الالوان ومن الاكسسوارات، فكنا نبدع شيء جديد، بدنا نخلق شيء جديد خاص بعالم الموضه الايطالي، يعني بدك تعملي شغله بسموها يونيك، خاصه جدا، بحيث انه تعمل فستان انه هذا انه هاند ميد، عرفت كيف؟ فهيك انتقلت بعد منها، يعني طورت الحكايه، صرت اشتغل ضمن الباترون. تعرف الباترون هو القالب بالقياسات، فصرت شكل الالوان والفستان والاكسسوارات بما يتناسب مع الفستان مو مع القماش. بعدين عملت دوره تصميم ازياء هون بالشام، دوره مكثفه، وصرت اطلع القوالب انا وعندنا فريق، يعني فيعني كل فتره بتمشي مع الشيء، بتبتكر شيء جديد كون احنا بعالم متجدد اليوم. طبعاً ما ثابت، عم شوف بعض الصور والتصاميم لحضرتك على الشاشه. ايه، في شيء مباشر على الفستان بيكون مولاج كامل. احنا انا بشكل دائما، بشكل ما بعتمد على قماشي مثل ما هي. نعم، احيانا بجيب شغلات لك، شوفي هي مرحله من مراحل انه عنده المباشر، احنا عم نشتغل هي من مراحل العمل. هي يدوي؟ يدوي؟ يدوي، كله يدوي، يدوي. ما في شيء مكنه. بتشكل احيانا بكنات التطريز وبنرجع بنضيف له اضافات الكريستال والشك. نعم.
قديش هذا الشغل بده دقه وبده وقت وبده جهد؟ بده صبر وبده. هي مذيعتنا رامي ابراهيم عملت له فستان البيضاء. حلو. في كذا حدا من الاعلاميات يمكن هم بالاخباريه كمان عندهم بدلات البيضاء. شوفي مراحل العمل بتشكلي انا بتشكلي تخلقي قصه جديده. تمام. كونه نحن بموسم الشتاء خليني اسال حضرتك عن القمايش واكثر شيء بيسالك عن المخمل فستان المخمل هذا دائما بنلاقي حاضر بكل شتاء بعده دارج اذا بدنا نقول او شو الاضافات اللي صارت عليه تقريبا لا شوفي ما بيموت المخمل لانه خام كثير راقي بس دائما في اضافات افتلي كيف وبتحمل اضافات بس ضمن حدود صغيره بس هلا بتعرفي الشتاء بده شيء يدفي بده مثلا الاقمشه الساتان السميكه السكوبا بالعموم يعني الاشياء اللي بتدفي خصوصا بالشتاء يعني ايه جاكار شانتون. طيب خلينا نرجع شوي لموضوع فساتين سهرك كونه لسه عم نشوف الصور عم تمرق معنا. شفنا بال 2022 مثل ما قلت ذكرت حضرتك موضوع الشاحط كان كثير موجود يعني والقاب على القبة وشفنا الطويل فتحة كتير عالية يعني كان في تنوع بالقصة. 2023 رح يحمل نفس التصاميم أو حنشوف شيء جديد؟ لا تقريبا متابع بس مع حجر كبير بالنسبة للكريستال الشك واضح كتير رح يكون واضح شك النول يعني القصات بالعموم رح تضل فكرة الشاحط وفكرة القابات والإضافات عليها حتى على الرقبة في اضافات انه في رقبه مسكره هي بالجديد بال 23 هلا كمان عم يمرق فساتين الاعراس باللون الابيض ما عم تعتمد الابيض الابيض لا عم يكون في عم تدخل لشيء معين خلينا نحكي عن الاضافات اللي عم بتكون وهيك تجربتك مع الفساتين الزفاف بشكل خاص ايه هلا الاضافات الحلوه انك تطلعي مثلا احيانا من الابيض فهمت عليك كيف تضيفي اللمسة الذهبيه تضيفي الوردي الناعم الخفيف جدا جدا يعني دائما لازم تشكلي شيء جديد يناسب كمان العروس يناسب الجسم يناسب المناسبة في وجوه بيلبق لها شيء في وجوه ما بيلبق لها حتى العرق اليوم لك شوفي حتى مثلا هذا رسم مباشر هلا رسم مباشر على الفستان بالالوان على فستان العرس لا مو على فستان العرس هلا طلعنا على شيء ثاني هلا فساتيني بشكل عام كوني انا رسام فبرسم مباشر على الفستان حط الفستان وبمسك وردي شوفي بمسك وردي بالريشي وبرسم بالالوان وهذا بحر بحد ذاته يعني ترسمي بطلع مبيني مثل الطبيعيه او مثل الطباعه بس صح. هي الوان قماش خاصه بالقماش بترسمي عليها وحتى بتعيش يعني بالغلي بالكوي لانه مخل هذا السؤال الفكره انك لما بتفوتي بالبنس مثلا انت راسمه رسمه احيانا البنس احيانا الخايطه بتقطع لك الرسمه بالالبسه الجاهزه بالرسم اللي على بالرسم المباشر على الفستان بتمري على البنس بتمري على الخايطه فبتحسي انه هذا الفستان حيوي كثير هذا في شق فستان في ميزه جديده انه هذا الفستان ما نو قماشه جاهزه ونحن فصلناها لا الرسمه طاغيه على الفستان مغطاه كل الدفوات مغطاه كل الخايطات فهي بتعطي جماليه كثير كثير حلوه خصوصا انها هاند ميد يعني رسم باليد هاي الجماليه اللي عم تحكي عنها حضرتك بلشت من مسكه قلم طبعا ومن نوع قماش دائما نحن بنقول نوع القماش بياثر على الموديل الفستان وبيعطي يا بيعطي تقل للقطعه يا بيعطي خفيه خلينا نحكي اليوم لنحصل على هذا الفستان الجميل بتوقيع حضرتك مراحل العمل مراحل العمل لا الطقس له دور يعني الفصل اللي عم تشتغلي فيه دور الشخصية اللي عم تشتغلي لها دور نعم اللون بشرة شكل الجسم مراحل العمل أول شيء بدك تاخذي القياسات بدك ترسمي لها السكتش للزبون إنه شو بيلبق لها هي بدها تكون عندها بتعرفي أغلبهم بيكون صورة هي. أغلبهم بيكون شايف شيء إنه هذا بيناسبني بتروح بتفصله بتبدي نفسه بتتفاجئ إنه ما لبق لها صحيح هلا هو لا تجرب وتسمع رأي الآخر خصوصا فنحن بنعطيهم الرأي لأنه عندنا بنعرف وين التصاريف نعرف تصاريف الدفوات الأخطاء اللي بيكون بالجسم مثلا ما حدا أحيانا كله جسمه كامل يعني صحيح إيه فبعد ما بناخذ القياسات بنقص القماش بنعمل لها بروفا أولية بسموها إنه أخذنا القياسات ظابط بنبلش بقى مرحلة الجمالية نفرض القماش اللي بدنا نشتغل عليها هلا دائما أنا بحاول إني ما أجيب قماشي جاهزة
بقصقص بمولاج كثير، انا كثير بستخدم المولاج، برسم ببعض المناطق وبنلحق بالشك الرسم اللي رسمته، فبتكون القطعه مختلفه جدا. بعد ما نعمل لها بروفا ثانيه، بتيجي الزبونه بتقيس بروفا ثانيه خالصين، اذا في اي تعديل بسيط، لانه احيانا بتمرر الحكايه بتاخذ وقت شوي. نعم. في فساتين بتاخذ شهر، في فساتين بتاخذ 15 يوم لتنتهي، في شهرين، البدلات بتاخذ بين الشهر ونص والشهرين مشان تعطيها حق للقطعه. طيب خلينا كمان نحكي مع حضرتك عن موضوع لعبه الالوان بعالم الازياء، يعني بنشوف صبايا بتقول لك انا بدي البس اسود، هي بتحس حالها شوي انه بتطلع انحف او بتكون مرتاحه اكثر، ولكن في اشخاص بيقول لك انه لا، فيها تلبس ملوان وفيها تبين ب شكل حلو، ما تبين مثل ما بيقول الدفايات عندها. هلا ما بتحكي عن انه اللي بتكون معها ممتلئ جسمها ممتلئ مع السمن شوي. لا، في كثير قصص قصات بتلبق مع الخطوط الكارو، لما بتعرضيها بتنحفي، لما بتعرضي الكاروات العريضه بتنحفي بالطول. ايه بالطول، بالطول. ايه مو بالعرض، بالعرض بتسمن. لما بتعملي شغلات غامقه على الخصر، مو شرط تكون انه القطعه سوداء، لما بتعمل، لما انت الظلال بتنحف، فانت وقت بتختاري الاماكن الالوان الغامقه لاماكن محدده بالفستان ملون، بتضلي ناحيه الجسم. فهي لعبه الالوان، لا فيها بس بدها تعرف شو بيناسبها، تعرف التقليمات، في قصات معينه، في السمكه بيلبق لها ولا ما بيلبق لها، في هلا اللي بيكون مثلا ممتلئ من تحت بتعملي له حرف الاي، عرفت علي كيف؟ بتغطي بتبين تبرز جماليه جسمها. كل جسم له، كل جسم له. خلينا نذكرهم سريعا، هون دوره. هون دورك بالقصه، يعني انت لازم يكون لك دور باي مثلا صبيه بتجي لعندك، يعني خلينا نحكي عن نقطه كثير مهمه كمصمم اليوم، انت كيف بتحاول تلعب على موضوع اخفاء الاماكن الممتلئه بجسم الانثى؟ هلق بالعموم قلت لك انا بلعب، بحاول العب بلون القماش الغامق على الخواصر، على الوراق، بالكاروات بعمل كفستان فيه كاروات عريضه، من الكاروات الناعمه كثير بتبينها، انت كيف؟ اما كاروات عريضه معناتها انه جسمها مو اخذ غير اربع كاروات، رغم انه وصلت الفكره المفروض ياخذ 50 كارو مثلا، وقت تلعبي على الكارو العريض انت نحفتيها. مثلا نوع القصه، في مثلا انه في عندها بتحطي حزام سنتيور عريض ومع الدرابي، في كثير قصص تخفيها. وطول الفستان بياثر على هلا يستحسن الطويل للاثنين. يعني اللي عندها صحه ولا النحيفه؟ هلا اللي عندها نحيفه بتعرفي، لا هلا اللي دارج الطويل، فهمت عليكي؟ بس اللي عندها صحه فيك تضيفي لها طبقات، فهمت علي؟ كلوشات فيك تحطي لها، بس ما بتعطيها صحه زياده؟ لا مو اللي عندها صحه، نحكي عن النحيفه. انت ايه لا اللي عندها، لا في عرفتي نحن بدنا بنسمنها بزياده. طيب خلينا نحكي اليوم عن، ولو هيك من دون تسميه ارقام، التكلفه اليوم ضمن الاوضاع وضمن غلاء الاسعار الاوليه، يعني حضرتك عندك قماشه، عندك ديزاين بالاحجار، والله شيء بيكسر الخاطر بصراحه. بيكسر الخاطر، يعني ما نقوي قلبنا نساله ولا شو رايك؟ لا يعني تحددي رقم، ما فينا نحدد رقم، حسب القماشه وشغلها. فيك بتعملي فستان ب5 سنين، فيك تعملي فستان ب1,000,000، فيك تعملي فستان ب5، فيك تعملي فستان ب10، حسب القماشه. متر القماش بوصل لهذيك الحسبه، فوتي على محل القماش اشتري قطعتي قماش، قال شو هذا سمخت شيء، انا متر القماش ب100 مثلا المشغول، عرفت عليك؟ 150 50 75. متوفر عندنا اليوم قماش فساتين؟ لا هلا في عندنا مشكله كمان، هلا قولي الحمد لله الشعب السوري شغيل، يعني صنع، يعني بيصنعوا القماش اللي هي بيضيفوا عليها لحتى تواكب، بس في كثير قطاع عم تشح من السوق، يمكن الوضع الاقتصادي كان له دور كبير. يعني حتى الاكسسوارات انا بنزل كثير بتعذب لجيب قطعه اكسسوار مثلا، او موضوع شك، او موضوع بنزل بدور والله ما في استاذ، ما في. يعني في قطعه بتوقف تماما، بتوقف شغلات بين ما توفرت الماده. ناهيك عن مواضيع، يعني في كثير شغلات عم تعذب، يعني قلت لك موضوع نحكي فيها الكهرباء وقصص كثير. لا هلا في يعني المشاكل، خلينا نقول، او الثغرات اللي عم تسبب ارتفاع بالاسعار معروفه لكل الصناعين اليوم استاذ، مو بس لحضرتك كمصمم ازياء، يعني كل الحرفه اليدويه اليوم عم تعاني من نفس المشكله. يعني صح هي مشكله، نحن الحرفه اليدويه او اللي بسموها الصناعات الصغيره هي عصب للاقتصاد انا برايي، لذلك يعني هلا
يمكن نحن يعني مجبر اخاك يعني انه نحن في بهذا الوضع بدنا نتعايش معه بالحدود الدنيا بحيث انه الامكانيات الموجوده ضمن الامكانيات الموجوده. وعلى فكره حتى نحن مثلا بيجينا حدا عنده مناسبه بنحاول نراعي عرفتي كيف بدنا نفكر كثير فيه وحتى انه بنحطه بصوره انه نزول جيب القماش نزول معي مثلا عرفتي كيف في عالم هيك انه لا تفكر انه نحن عم نقنصك او عم نستغل لا تعال شوف شو صاير بالبلد يعني نزول جيب القماش او شو ها طيب كذا كذا اخر شيء بدك تشتغلي بتاخذ معك مثلا 15 يوم شك هذول الشكاكين ايجارهم كذا كذا هذول فهي كلياتها عم ترفع الاسعار هيك اذا بدك انا مثلا بدي شغل مولده المازوت او البنزين تكلفة ضافت كل هذا بدك تحمليه على الشغل وبالاخير ما بدي لما بيجي الواحد يدفع فعلا انشلط بالحفلة نحن اللي عم نشتغل بننشلط من الاسعار فما بالك اللي بده يجي ياخذ الفستان تمام خلينا هيك بالوقت المتبقي ناخذ نصائح اخيره من حضرتك كيف ممكن نحن نختار فستان بلائمنا وخرج المناسبات القادمه هلا ضمن العالم الافتراضي او ضمن التكنولوجيا الحديثه صار الكل بيعرف عرفتي كيف صار الكل بيبحث وبيدور هلا انا نصيحه شفتي فستان لا تفكري انه هذا هو اللي لك لا جربي يعني انت قيسي اكثر من اذا كنت خصوصا بالريديميد او بالجاهز يعني جربي واحد اثنين ثلاثه وشوفي بعيون الثانيين يعني ما تاخذي شيء انت لا هذا اللي عندي بجوز ما يلبق لك حتى لو حاببتي حتى لو شفتي احلى فستان بالعالم ممكن على التصوير بيختلف يعني انت بتكون شايفه بالمرايه بالمحل تماماً شيء لما تصور حالك وترجع على البيت بتلاقي مختلف تماما غير هيك كمان في شغله كثير بيشوفوا فساتين مصوره بس مفلتره طبعا يعني هاي فوتوشوب يعني انه واو شو بس تعرفتي بالتفاصيل لا وين مختلف جدا 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 لذلك بتلاقي الواحد انه طيب عملته نفسه طلع الصوره مختلفه في فلتره في فرق كبير في درجه اللون في نوعيه القماشه في الصبيه اللي لابسه الفستان كمان كيف شكل جسمها كمان في جسم ما بيلبق لي انا طيب هذا ليش بدي البسه هيك الفكره تمام دائما على ارض الواقع بيضل النتيجه اسلم وافضل يعني لذلك انه الواحد يتجرب مثلا تعرف لون بشرتها انا شو بيناسبني انا اللي بشرتي غامق بيناسبني فواتح شوي بشرتي فاتحه كثير مو معقول البس فواتح مع الفاتح الا في حالات معينه يعني بدينا يعني فترات الربيع اختار الالوان الزاهيه فترات الصيف استخدم الخفيف الشيفون والاورجانزا ابو التول اللي هي بيعطي حيويه وحركه وبروده بشوف شو يعني بدي الحق الالوان بدي الحق شكل جسمي بدي الحق انا بشو برتاح نفسيا لاي لون وبشوف يعني بقرا عن الموضوع لحتى اعرف شو انا اللي بيناسبني اكيد هو مثل ما قلنا عالم واسع من الالوان والتصميمات بنتشكر وجودك لليوم مصمم علي صالح اهلا وسهلا بحضرتك نورت صباحنا صباحكم خير يا